جاهزين حق وصفة اليوم؟ بسوي معاكم دياي بالزيت والليمون. دياي بطريقة سهلة ولذيذة جدا. طبعا نحتاج دياي وبطاط بقشرة قسلته ونظفته وقصيته، بصل، ونحتاج زيت زيتون، ثوم مبشور، عصير ليمون، لومي أسود بودر، كزبرة بودر، بهار دياي مشكل، وفلفل حار. بخلط أول شيء مقادير التتبيلة اللي بحطها على الدياي والبطاط. نحتاج كوب زيت زيتون، لأن الدياي بالزيت والليمون فنحتاج كمية كبيرة من الزيت، ونص كوب ليمون أو كوب حسب أنت وش كثر تحبون الدياي حامض، راس ثوم مدقوق أو مبشور، وحط الحين التوابل. عندي هني لومي أسود بودر وكزبرة بودر، بهار دياي مشكل، وشوية فلفل حار. راح أخلط كل المقادير هذه مع بعض وأصبهم على الدياي، وبس خلصت الوصفة. سريعة وسهلة ولذيذة، لذيذة جدا. الحين بحط التتبيلة اللي سويتها، بصبها كذي على الدياي والبطاط والبصل. طبعا تقدرون تحطون نوع الخضرة اللي تفضلونه، ولاحظوا ان ما فيها سائل، شيء بسيط لان احنا نبي دياي مشوي. اذا تبون فيها سائل زيدوا ماي. افرك الدياي عدل بالتتبيلة، ريحة التتبيلة تينن. ولفه بقصدير وأدخله الفرن تقريبا، يعني ياخذ له ساعة، ساعة ونص ويكون جاهز. وتبل بعد البطاط والبصل بنفس الطريقة. طبعا البطاط شوفوا بقشرة، ما قشرته بس غسلته عدل، نظفته، والبصل كذي قصته أحجام كبيرة. أوكي، الحين عاد نرتب الدياي وخلصنا. حرارة متوسطة، ما يكون الفرن بعد وايد حار عشان لا تحترق، لأن قلت لكم ما فيها سائل. لفها بقصدير ونحطها بنص الفرن على حرارة متوسطة، وبعدين نشيل القصدير لما يستوي الدياي ونحمرها من فوق. وخلصنا. ما أدري إذا ذكرت أنا ضفت ملح، ما أدري إذا ذكرت الملح ولا لا، أنا ضفت ملح حق التتبيلة. الحين آخر شيء بحط رشة بهار عثماني، طبعا هذا إذا مو متوفر عندك مو ضروري، أنا لأن عندي هذا بهار تركي عثماني، يستخدم حق السلطات، حق ورق العنب، بضيفة كذي من فوق يعني ينطع شوية ويصير شكل الدياي أحلى. أوكي، نلفها بقصدير وندخله الفرن. طبعا بقدم معاه عيش بالشعرية، ما راح اصور طريقته، وايد سويته معاكم، عيش بالشعرية وسلطة. الدياي استوى، هذا الدياي المشوي بصلصة الليمون وزيت الزيتون. الحين بشب الفرن من فوق يتحمر الدياي وبالعافية. استوى والبطاط ذاب والريحة تينن. وهذا شكل الدياي بعد ما حمرته، وبس والله، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. وهذا العيش، سويت عيش بالشعرية وسلطة. يلا الحين عن إذنكم بناكل.